ننتقل لكم لفقرة أخرى من معرض الكتاب، واللي بنكون فيها بجولة يومية في أهم وأبرز الأحداث والفعاليات المصاحبة لمعرض الرياض الدولي للكتاب. ونبدأ معكم جولتنا في معرض الكتاب، وخلينا ناخذكم في جولة لجناح أصولين، وهو براند عالمي مختص في كتب الزينة ولكن بارتباطها بتاريخ وأحداث مهمة. خلينا نتابع هذا التقرير. نحن دار نشر فرنسي، الهيد أوفيس تبعولنا هلا المركز الرئيسي بنيويورك. اختصاصنا نحن نعمل بوك ستاندز، بوك اند كوفي تيبل بوك، ومع البوك ستاندز تبعولها بنعمل كتب كلها يعني شغل ايد، يا اما شيء يوثق تاريخ وبنحطه للمجتمع ليشوف. نعمل هلا كمان حبينا نشارك بالمعرض لنفرجي اخر اعمالنا اللي هو العلا، كتاب عن العلا اللي تصور مع الفريق العمل تبعولنا، واكيد بالتعاون مع العلا المانجمنت، مع اداره العلا، الهيئه العلا. فبقى طلع الكتاب كتاب روعه من الروعات، شيء بيوثق تاريخ، عندك 2100 موقع تصوير انه اثار بالعلا، وفي تاريخ ل 7000 سنه، بعود ل 7000 سنه.